الخير والله يعطيكم العافية. تعرفوا شو شهر أكتوبر في كندا؟ يس، شهر أكتوبر في له خاصة مع المسلمين له طابع خاص، لأنه هو شهر التعريف بالحضارة الإسلامية. طبعا بهذا الفيديو حابب أحكي مع كل واحد موجود في كندا مسلم إنه يمثل هاي الحضارة بأفضل تمثيل. هذا الشهر الإسلامي أو شهر التاريخ الإسلامي Islamic Heritage Month بيصير كل شهر أكتوبر في كندا وأنتاريو بالذات، فكل المدارس الآن عم تعلن عن هذا الشهر وعم بتشجع الأبناء إنهم يسووا activities عشان يبينوا للناس إيش هو الإسلام. سمعت في أحد المساجد أقاموا صلاة جمعة وورجوا الغير مسلمين كيف هي بتقوم صلاة الجمعة، مع إنه المدرسة كانت كاثوليك، مدرسة كاثوليكية وليست إسلامية. حورجيكم بعض البوسترات هلا اللي وصلت من بعض المدارس وإن شاء الله تجدوا فيها معلومات. قلت لكم إنه هذا الشهر شهر الحضارة الإسلامية، وطبعا كلنا بنعرف إنه تمثيلنا إحنا هنا في كندا أو في الغرب بشكل عام للمسلمين هو الطابع اللي بنعطيه لجيراننا وأصدقائنا وأهلنا. عشان هيك هذا على عاتقنا إنه إحنا نقوم بتحسين هذه الصورة. للأسف الإعلام والغرب عم بحط صور سيئة جدا عن العرب والمسلمين في العالم، والناس عم بتصدق هذا الحكي. لكن أنت لما تكون علاقتك جيدة مع جيرانك وأصدقائك الغير مسلمين والعرب، والعرب طبعا بشكل عام والمسلمين، بتبين لهم الصورة الحقيقية للشخص المسلم. وإحنا هون على عاتقنا دبل، يعني إذا في بلادنا العربية معظمنا بمجتمع عربي فكلنا عارفين بعض وعارفين الموضوع، لكن هون أنت انتمائك لثقافتك الحقيقية هو الطريق الوحيد اللي ممكن فعلا تقدم فيه الصورة الحسنة للمسلم، المسلم الذي لا يكذب، لا يسرق، لا يفسد في المجتمع بل يصلح فيه، المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخي المسلم، أخي المسيحي، أخي النصراني، أخي اللاديني، أخي الشيوعي، أخي من أي دين ومن أي ملة، أخي الهندي، أخي الياباني، أخي الصيني، أخي الكوري، أخي الروسي، أخي الأوكراني، أخي الأوروبي، أخي الأفريقي، أخي من أي دولة في العالم، الأسترالي، بلاش يزعلوا الأستراليين، المسلم الذي يأمن جاره بوائقة حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هاي الشغلات مهمة جدا، لأنه فعلا بتعطي الناس صورة حسنة عن الإسلام والمسلمين. ما تخلوا بس شهر أكتوبر اللي يعطيكوا شهر حسنات عن الإسلام أو تعطوا الصورة الحسنة عن الثقافة الإسلامية، بل خلوا كل أشهر السنة. وهذا زي ما حكينا أول شيء بتنالوا فيه أجر وثواب، وثانيا أنت بتحسن علاقتك في المجتمع وبتشوف النتيجة هاي على نفسك وعلى أبنائك. يعني الحمد لله رب العالمين، زي ما بنحكي دائما وأبدا على نعمة الإسلام، ديننا دين تسامح، دين حب، دين عطاء، واللي بحكي غير هيك للأسف ما بعرف في هذا الدين. فعشان هيك حابب أقول لكم تحية السلام، السلام عليكم. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.